بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فصل تابع في غزوة تبوك. يقول المؤلف رحمه الله: رجعنا إلى قصة تبوك، وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو وابن أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة، وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآنا لمقالتكم هذه. وقال قول المؤلف رحمه الله تعالى: رجعنا إلى غزوة تبوك. وذلك أن المؤلف رحمه الله استطرد قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما ذهب إلى الربذة ومات وحده وما حصل له، ثم إنه رحمه الله ذكر القصة التي قال فيها المنافقان فيما بينهما: هذا الرجل يزعمون ينعون محمدا صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من السماء، والآن ناقته ضاعت ما يدري عنها. هؤلاء منافقون فضحهم الله فيما بعد، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا، فهو عبد لا يعبد، وهو عبد ينزل عليه الوحي من السماء عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم الغيب لذاته، وإنما يعلم ما أطلعه الله عليه. فأطلعه الله على قول هؤلاء المنافقين لما قالوا ذلك، فذهب صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس، فقال: إن فيه أناسا قالوا كذا وكذا، وإني والله لا أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه، وإنه أطلعني على ناقتي أنها في الوادي كذا، التف رسنها قيادها في شجرة ما، اذهبوا إليها تجدونها هناك. فذهبوا وجدوها هناك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي فيفتضح المنافقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم في قصة المنافقين لما تكلم بعض المنافقين مع بعضهم، هم يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد لكنهم غير مؤمنين وغير مصدقين، فلا ثواب لهم والعياذ بالله، حقهم التعب والسهر والجوع، وليس لهم ثواب الهجرة ولا الجهاد في سبيل الله. لما قال بعضهم لبعض: أتحسبون أن قتال بني الأصفر
كقتال العرب بعضهم مع بعض، كأني بكم غدا مقرنين في الحبال، تربطكم بني الأصفر وتقتلكم، يعني إرجافا، يقصد بهذا إرجافا للمؤمنين تخويفا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على مقالتهم، ولما قالوا ذلك ارتد رجع إليهم محشي بن حمير، قال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، والله لوددت أن كل واحد منا الذين قلنا هذا القول يقاضى، يعني يحكم عليه بمئة جلدة، لعل الله أن يتوب علينا. اللهم إني تائب من ذلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، بحيث ولا يدرى عني ولا يعلم عني ولا يتولاني أحد، بحيث لا يقول أحد غسلت، ولا يقول أحد كفنت، ولا يقول شيئا من ذلك. فعلم الله صدق نيته وإخلاصه لله، ففعلا قتل شهيدا في حروب اليمامة وقت الردة، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم، علم عنه أحد للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: أدرك فلان وفلان، فإنهم قالوا مقالة هلكوا فيها، هلكوا فيها، لأنهم أرجفوا بالمسلمين، خوفوهم من قتال بني الأصفر، والله جل وعلا ناصر رسوله وأولياءه ومهلك أعداءه أيا كانوا من بني الأصفر أو من العرب أو من غيرهم، فالنصر بيد الله. فلما أدركهم قال لهم ذلك، قالوا: أبدا ما قلنا، إنما قلنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب عنا لنذهب عنا الغم والحزن والتعب، نتحدث حديثا ما يخرج من القلب، وهم كذبة منافقون. فقال الله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فكان المعفو عنه هو محشي بن حمير رضي الله عنه، لعله تاب فتاب الله عليه. وقال لهم ولإخوانهم: إنما قالوا، إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فكان المعفو عنه هذا الرجل الذي هو رجع إلى الإيمان والتحقيق رضي الله عنه، لأن الدليل على ذلك أن الله استجاب دعاءه فقتل شهيدا ولم يعلم عنه أحد ولم يتولاه أحد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد، عمار بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القوم فقد هلكوا، يعني كلامهم هذا هلاك وضلال وخزي لهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال محشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي،
فكان الذي عفي عنه في هذه الآية اسمي واسم أبي، يعني اسمي واسم أبي ليس بصحيح، ليس بحسن، قعد بي يعني ترك، ابتعدت عن طريق المؤمنين بسبب اسمي واسم أبي. نعم. وإني تائب إلى الله. نعم. فقال محشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله ترك اسمه واسم أبيه لأنه ما عجبه. نعم. وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله يقتل شهيدا ولا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. استجاب الله دعاءه دليلا على صدق توبته رضي الله عنه. وذكر ابن عائذ في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه، فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء فمضمض بها ثم بسقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت، فهي كذلك حتى الساعة. هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلها الله جل وعلا في كل ما لامسه عليه الصلاة والسلام، فولما جاء إلى العين وقد نضب ماؤها ولا تعطي ماء والناس عطاش ويبون الماء، فأخذ منها قليلا من الماء فوضعه في فيه وتمضمض به ونثره في البئر، ثم دعا بدعواته صلى الله عليه وسلم فصارت عينا معينا، أي تنبع بالماء باستمرار. قلت وفي صحيح في صحيح مسلم أنه قال قبل وصوله إليها: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، فقد نهاهم أن يمسوها، ويرغب عليه الصلاة والسلام أنه أول من يمسها ويدعو الله لها، فذكر أنهم مسوها فسبهم عليه الصلاة والسلام. ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع فيه شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. يعني كله بساتين، هالأرض هالحين ما فيها ماء، قد يوشك إن طالت بك حياة. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومما أطلعه الله عليه، يوشك أن ترى هذا المكان الذي لا ماء فيه عاد جنانا، يعني بساتين. وفعلا حصل مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، فهو الآن بساتين خضراء تنبت من كل أنواع الثمار. فصل. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم،
وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم: هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحينة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ما له دون نفسه ومن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ما له دون نفسه يعني لا بد من قتله. نعم. وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه أن يمنعوا مما أن يردونه يعني أينما وردوا الماء فلهم ذلك. وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه يردونه ورود وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه ولا طريقا يريدون يري ولا طريقا يردونه من بحر أو بر. لما استقر صلى الله عليه وسلم بتبوك جاءه صاحب أيلة مدينة بالشام قال: يا محمد أنا أصطلح معك، لا تقاتلني ولا أقاتلك وأدفع لك الجزية. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لعلكم تسلمون خير لكم من دفع الجزية، فأبى هذا الإسلام ودفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتب لهم كتابا يؤمنهم فيه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحل لمسلم أن يؤذيهم بشيء ولا يمنعهم من ما أن يردونه، ومن أحدث حدثا يعني أساء إساءة بالغة فإنه لا يمتنع بماله عن نفسه بل لا بد من قتله. توعدهم أن من خان منهم فإنه يقتل، ويحل لمن أخذه أن يكون له غنيمة، وهكذا يتوعدهم صلى الله عليه وسلم. فدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وكذلك جيرانهم هؤلاء. أعطاهم عليه الصلاة والسلام الأمان مثلهم، وقال: هم أهل أيلة، ومن معهم من أهل الشام ساكن معهم، ومن معهم من أهل اليمن وغيرهم من أهل البحر أو البر، أنهم آمنون مطمئنون على أنفسهم وأموالهم، لا يحل لمسلم أن يقربهم ولا أن يمنعهم من شيء يريدونه، وأن من أحدث من حدث لا يلوم إلا نفسه. نعم. فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. أكيدر ملك دومة الجندل، لأنها قريبة من تبوك من مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دومة في الجوف والجوف قريب من تبوك. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد وأعطاه علامة، قال: تجده يصيد البقر الوحشي حول داره. البقر الوحشي جاءت إلى داره فهو سيخرج إليكم، يخرج لأجل الصيد، فامسكوه عندها. معجزة صلى الله عليه وسلم بأن الله أعلمه بأن خالد يصيبه هناك، ما يحتاج إلى قتال ولا شيء من هذا. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة
وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة، وكان نصرانيا وكان ملكا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صافية، صار قريب من الحصن، حصن أكيدر دوم خالد، عسكر وقف هناك ينظر، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج له. حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه. حرضته امرأته على الخروج لما رأوا في ليلة مقبرة أن البقر جاءت، بقر الوحش تصاد ولحمها طيب. فقالت امرأته: ما رأيت مثل هذا؟ قال: لا والله ما رأيت. قالت: اجل، هذا ما يترك البقر الآن يحك قرونه بالباب، فاذهب إليها وصدها، دخلها علينا نقتلها ونذبحها ونأكلها. والله جل وعلا أرسلها لأن الحيوان والإنسان وكل شيء مسخر بأمر الله جل وعلا، فأرسلها جل وعلا لتخرج هذا الرجل من حصنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك ستجده صيدا، إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، يعني قريب من الحصن، وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء، وقد كان عليه من الشجاعة والقوة الشيء الكثير الصحابة رضي الله عنهم، قتلوا أخاه ليرعبوه، والقتل أخوه يصير بيب الآن، فهو قتلوا أخاه ليريوه العزم والقوة والشجاعة. وهكذا ينبغي للمسلمين إذا جاهدوا أن يظهروا قوتهم أمام الأعداء، يظهروا قوتهم أمام الأعداء ليرعوا ويستجيبوا لدعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقتلوا أخاه وأسروه وأمنوه من القتل حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طمأنوه بأن لا نقتلك وإنما نرسلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخاه يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوط بالذهب، فاستلبه خالد. أخوه عليه قبا، يعني مثل المشلح أو جلال أو شيء ملتف به، قبا عليه قطع من ذهب محسن بالذهب لأنهم أغنياء ذو ثروة. فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية،
ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وقال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في 420 فارسا، فذكر نحو ما تقدم. قال: وأجار خالدا أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفية خالصة. عزل للنبي صلى الله عليه وسلم حقه من هذه الغنيمة خالصة للرسول صلى الله عليه وسلم. فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسموا الغنيمة فأخرج الخمس، فكان خمس الغنيمة لله ولرسوله وللمجاهدين في سبيل الله وللفقراء والمساكين. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسم ما بقي في أصحابه، فصار لكل واحد منهم خمس فرائض. خمس فرائض. فكان لكل واحد منهم خمسة أسهم، قسمها أسهما، وصار للواحد منهم بدل ما له سهم واحد صاروا خمسة أسهم، يعني غنموا غنائم كثيرة. وذكر ابن عائد في هذا الخبر أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط إلا أتتنا، والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة، ولقد ما عمري شفت البقر ذول إلا اليوم. اليوم رأيت البقر ولا ما أشوف؟ ما يجن. الله جل وعلا أرسلهن إليه لينزل عن قصره ويخرج للصحابة رضي الله عنهم ليأسروا. ولقد كنت أضمر لها اليومين والثلاثة ولكن قدر الله. كنت أنتظرها اليومين والثلاثة لعلي يجيب الله لنا واحد نصيد ونأكله، والآن هذه الكثرة ذي جاءت كلها بهذه الكثرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر وينحت ويحنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع أكيدر دومة وحنى، أي لياء الشام. أكيدر صاحب دومة الجندل، واجتمعوا كلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر ويوحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقرا بالجزية، فقضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دومة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهما كتابا، كتاب أمان رضي عليه الصلاة والسلام. نعم. رجعنا إلى قصة تبوك. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. وكان في غنم غنائم كثيرة عليه الصلاة والسلام، قسمها في المسلمين، وفي طريقه قابل بعض العرب فاصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يروي الراكب والراكبين والثلاثة بوادي قليل، يخرج من وشل ماء قليل بالطريق بواد يقال له وادي المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال:
أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يدي فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم ينضحه به ويمسحه بيده، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصواعق. فشرب، يعني صار يدفع الماء بقوة كالصاعقة، نزول الماء كالصاعقة ينزل من الجبل ومن الماء يكثر عليهم. فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. يعني سيكون خصب هذا الوادي ببركة أخذ الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه. قلت: ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا. الحديث وقد تقدم. فإن كانت القصة واحدة فالمحفوظ حديث مسلم، وإن كانت قصتين فهو ممكن. ممكن أن تكون هذه القصة والقصة التي قبلها شيء واحد. قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، من جهة العسكر رأى هذه الشعلة رضي الله عنه، فذهب إليها عبد الله بن مسعود، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: أدنيا إلي أخاكما. فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. يتمنى أنه هو الميت لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يقول: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بهذا القول: اللهم أني رضيت عنه فارض عنه، فقال: يا ليتني كنت أنا الذي صاحب هذه الحفرة، رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. هم معذورون رضي الله عنهم، هؤلاء البكاؤون ونحوهم الذين رغبوا في الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، لكنهم لم يجدوا نفقة، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفق عليهم، فتولوا وهم يبكون، عيونهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: بأنكم أيها
أيها الصحابة الذين ذهبتم معي ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني في الأجر، شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله شركونا في الأجر وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. فالمحبوس لعذر فإنه يشارك العاملين بإذن الله. فضل الله عظيم ورحمته واسعة، يرحم جل وعلا عباده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة تبوك هذه عظيمة، من أعظم الغزوات التي من الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يلق قتالا، لكن الله جل وعلا أعطاه من الآيات العظيمة والبراهين الساطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المنافقون كثروا في غزوة تبوك لأنهم تألموا من هذا المسير ولم يحصل لهم أجر ولا ثواب والعياذ بالله، لأنهم غير مؤمنين مصدقين، فهم خاسرون في الدنيا والآخرة. والواجب على المسلم أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبرسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال أن نفاق المؤمنين، نفاق أهل المدينة، أشد وأفظع من غيرهم، لأنهم يرون تنزل الآيات ويرون المعجزات تجري على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يؤمنون. يقول السائل: هل الكفر بعد الإيمان ثم الإيمان والتوبة يحبط ما سلف من العمل الصالح؟ في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. العمل الصالح إذا كفر بعده المؤمن كفر فإنه لا ينتفع بهذا العمل إلا إن رجع للإيمان وتاب إلى الله، فالله جل وعلا يحفظ له عمله. من مات على الكفر فإنه يحبط عمله، وأما من رجع إلى الإيمان فإنه لا يحبط عمله بإذن الله. يقول السائل: هل يجوز أن ألبس نعلي في الصحن؟ السؤال غير واضح، عليك تعرفه. يقول السائل: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعان، فكيف يقول المؤلف إنه لعنهم وسبهم ودعا عليهم وهو رحمة للعالمين؟ نعم يا أخي، هو ما يسب إلا من يستحق السب، ولا يلعن إلا من يستحق اللعن، فمن يستحق اللعن يسبه ويلعنه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: يقول محصل سؤاله أنه ينزل للمطاف ومعه الطيب ويطيب غير المحرمين، ثم إن بعض المحرمين يمد يده فأعطيه الطيب وأستحي من رده، هل أفعل ذلك أو أتركه؟ أقول: لا يا أخي اتركه، لأنك توقع نفسك في الجهل والضلال، حيث الطيب المحرم، والمحرم لا يجوز أن يمس الطيب، وإنما إذا شاف الطيب كأنه يشتاق إليه فتطيبه، فلا يجوز لك يا أخي ذلك. يقول السائل: يتساهل البعض في المرور بين يدي المصلي في الحرم بحجة أنه جائز، على الرغم من قدرتهم على المرور بعيدا عن المصلي، فهل فعلهم صحيح؟ لا يا أخي، ليس فعلهم صحيح. الواجب على المسلم أن يبتعد عن المرور بين يدي المصلي في كل مكان سوى مكة، فمكة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز المرور أو لا يجوز؟ ومن المعلوم أنه لو كان فيه خلاف فينبغي أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي،
فلا يمر إلا عند الضرورة. فنقول للإخوة إذا اضطررت إلى المرور بين يدي المصلي فلعله لا بأس عليك، وما دمت لم تضطر فيحسن ألا تمر بين يدي المصلي. يقول السائل: سافرت إلى المدينة يوم الجمعة وصليت الجمعة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الجمعة صليت العصر ركعتين قصرا بالمسجد بعد صلاة الجمعة، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، هذا ليس بصحيح. الجمعة لا يجمع معها. إذا صليت الجمعة بالطريق مع الإمام في مسجد ما فلا يجوز أن تجمع معها العصر. أما إذا صليتها بالطريق أو في مكان بعيد عن المساجد فصليت معها الجمعة، صليت بعدها بعد الجمعة ركعتين تنوي بها العصر، وصلاتك الأولى صلاة الظهر قصرا لا بأس. إذا صليت الظهر قصرا فلا بأس أن تجمع معها عصر الجمعة. وأما إذا صليتها بنية الجمعة فلا يجوز أن تجمع معها صلاة أخرى. يقول السائل: ما حكم من رمى عين الطلاق ولم يكن في نيته طلاق، وما يترتب عليه؟ ما نتكلم في الطلاق في الدرس. يقول السائل: هل تدخل صلاة النافلة في حجر إسماعيل بعد صلاة العصر من المنهيات؟ لا يا أخي، لا صلى بعد صلاة العصر لا في حجر إسماعيل ولا في غيره إلا ذوات الأسباب. إذا طفت وأريت أن تصلي ركعتي الطواف فيجوز أن تصليها في الحجر أو في غيره، لكن بدون طواف لا يجوز لك أن تصلي إلا ذوات الأسباب في وقت النهي. يقول السائل: فاتتني صلاة المغرب وأنا نازل من جدة، وصلت في صلاة العشاء وقت الصلاة، هل أصلي العشاء جماعة ثم أصلي المغرب؟ عليك أخي أن تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء مع الإمام. فإن لم تتمكن من ذلك ودخلت المسجد وقد أقيمت صلاة العشاء فعليك أن تدخل مع الإمام في صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام تقوم وتصلي صلاة المغرب منفردا. لا بأس عليك في هذا، لأنه لا يسقط عنك الترتيب إلا إذا خشيت فوات الفريضة، فالفريضة الحاضرة أولا ثم تصلي بعدها الفريضة التي فاتتك. يقول السائل: هل يصح توكيل شخص لإبرام عقد النكاح هاتفيا؟ إذا عرف الموكل والموكل، إذا عرف كل واحد منهما صاحبه فلا بأس بذلك. يقول السائل: زوجتي دائما تخاف الجن لأنها دائما تراها، ودائما قلت لها لا تخافي الجن فخافي الله، فقالت إني أخاف الله وأيضا أخاف من الجن، وكيف أنصح زوجتي؟ عليك أخي أن تنصحها بالورد، بقراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وهكذا تقرأ القرآن فإنها تسلم من شرهم بإذن الله. يقول السائل: الإمام قام أثناء الصلاة للركعة الخامسة وذكروه فلم يرجع، فما العمل؟ إذا كنت متيقن أنه قام للخامسة فأنت يجب عليك أن تجلس وتتركه حتى يتم هذه الصلاة، فإذا وصل إلى التشهد تشهد معه وتسلم معه إذا سلم الإمام، لا تنصرف عنه إذا كنت متيقن. أما إذا كنت شاك فعليك أن تتابع الإمام
ولو كنت تظن أنها خامسة. يقول السائل: جئت من المدينة بنية الحج ولكن لم أحرم لطول المدة المتبقية للحج، فمن أين أحرم؟ وهل علي هدي وأنا مقيم بالمدينة ولست من أهل مكة؟ أولا، إذا جئت إلى مكة بقصد الحج يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة قبل أن تدخل مكة، ولا يجوز لك أن تدخل مكة بدون إحرام وأنت تريد الحج. فأما إذا دخلت بدون إحرام فيجب عليك أن تعود إلى ميقات أهل المدينة وتحرم منه وتدخل مكة محرما متمتعا بعمرة إلى الحج أو قارنا أو مفردا. وإذا كنت قارن أو مفرد فتستمر على إحرامك حتى الحج، وإذا كنت متمتع فعليك أن تؤدي العمرة ثم تتحلل ولا بأس عليك، وعليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا فتصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك. يقول السائل: هل للإيمان مراتب؟ نعم يا أخي، الإيمان 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب ومراتب متعددة. يقول السائل: صار حادث بسيارة وماتت زوجتي، فما حكم الزوج؟ عليه شيء علما بأن الطريق كان به قطع وهو لا يعلم ويمشي بالسرعة النظامية. عليه كفارة القتل الخطأ، وإن كان قتله خطأ عليه فدية الكفارة الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، وعليه الدية لأهل الزوجة لإن لم يعفوا عنه، وإن سامحوه سقطت الدية. فالدية حق الأهل والكفارة حق الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل على أهل جد هدي في التمتع؟ وهل يستحب العمرة في ذي القعدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا به تفصيل. أما هدي التمتع فيجب على أهل جدة وغيرهم، لأنهم لا يعتبرون من حاضر المسجد الحرام إلا على قول ضعيف. فحاضر المسجد الحرام مختلف فيه، أهم أهل مكة فقط أم أهل مكة وما جاورها أم أهل مكة وما كان دون الميقات؟ فالظاهر أن أهل جدة ليسوا من أهل الحرم فيجب عليهم الهدي. السؤال الثاني: هل تستحب العمرة في ذي القعدة كما فعل النبي؟ استحباب العمرة في ذي القعدة لا أعلم فيه شيء، وإنما العمرة مستحبة في رمضان فقط. وأما عمرة ذي القعدة فلا بأس بها كسائر السنة. يقول السائل: مقيم في مكة يريد أن يخرج إلى المدينة في أشهر الحج ويرجع إلى مكة بدون إحرام، مع أنه ناوي أن يحج، فما حكم ذلك؟ لا يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ما دام أنه قادم من المدينة للحج، فيجب عليه أن يدخل معتمرا، أن يدخل محرما، إما بعمرة وإما مفردا الحج، ولا يجوز له أن يدخل بدون إحرام. يقول السائل: هل أصوم 3 أيام في الحج هي في أيام التشريق؟ لا ينبغي ذلك أن تؤخرها، لكن لو أخرتها فلا بأس عليك أن تصومها، فيحسن أن تصومها قبل، تصومها في 10 ذي الحجة أحسن لك. فإن لم يتيسر ذلك لكونك ترجو أن تجد هديا فلم تجده، فعليك أن تصوم في أيام التشريق 3 أيام.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.